بكم أحبتي مشاهدي قناة الطليعة الفضائية وحلقة جديدة من برنامج العرض حكي. احنا الآن متواجدين بدائرة أحوال الكرادة الشرقية، ابقوا ويانا والعرض حكي. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وخلي نتابع حاله المواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي الله يسلمك، شنو مشكلتك؟ شنو والله تعبان من دائرة؟ والله تعبان. شنو يدزوني يعني من دائره لدائره؟ يعني انا عندي جناسي. الطلبات اللي رادوها من عندك صحه قيود. قيود قيود قيود. وين دزوك؟ اليوم محافظه اليوم؟ لا لا مو انا كلها بداخل بغداد. اه حلو. اي يعني دزوني بمدينه الصدر قيد. قيد شنو رادوا من عندك؟ قيد عندي بنتي. شبيها بالجنسية خلل؟ لا ماكو خلل. لا عاد. ماكو خلل، خلل ماكو، بس يجي قال لي قيد تجيب لي قيد ولادة؟ قيد ولادة. قيد ولادة. اي قيد ولادة. والثاني هم نفس الحالة قيد ولادة، عندي ثلاثة طلبوا عليهم. ايش عجب يعني؟ والله ما ادري، وهم جناسيهم جديدة يعني مو مصر هواية. طيب احنا هاني ما اعرف اجاوبك. اي. فأكيد راح يجاوبك طبعا العقيد أحمد المعموري راح يكون ويانا. مساء الخير سياده العقيد، شلونك؟ شلون صحه؟ مرحبا. المواطن متعبي دازي على قيود ثلاث اطفال، ليش؟ احنا بالبدايه نرحب بقناتكم طبعا العزيزه. انا بديت لك اياها مشكله. لا لا عادي ان شاء الله، بالعكس احنا انت توضح لنا بالتالي توضح لنا احنا حتى بالبدايه حتى يكون الكلام واضح لعموم المشاهدين. احنا شغلنا اصدار البطاقه الوطنيه اعتمادا على ما مثبت من قيود في سجلات الاحوال المدنيه القديمه. اكيد هذه السجلات انتابها اكيد كثير من الاخطاء، سواء اخطاء املائيه بسبب ركاكه الخط الموظف. أي. اللي كان عامل عليها، او بسبب عدم دقه المعلومات اللي قدمها المواطن. فاحنا نرجع للقيد اللي مثبت قيد المواطن. أي. الاخطاء اللي موجوده بها يحتاج لها تصحيح، يحتاج لها معالجات بالسجلات القديمه. نعم هسه نعم. انا قبل فتره سياده العقيد لقفت حاله باحد الدوائر طبعا بالكاظميه. نعم. اكو لقب، هو لقب آل عبد. نعم. الموظف غلطان العبد العفو، اللام نطولها فصار شنو؟ سعيد. السعيد. نعم صحيح. اوكي صحيح. هذا شنو المواطن تبهذل، فالدائره سوت الحسيه يعني اكو خلل كلش مبين. ان شاء الله بالحلقه السابقه اطلع لكم اياه، وتحديدا هو هذا خلوا له ثلاث خطوط عمود يثبت السعيد. رحنا للاوليات الرسميه بالرشيد، طلع اكو عنده العبد والسعيد. نعم. فخلل بيمن بالموظف. دائما نقول نتمنى من الموظفين انه يكون خطهم صحيح لا يغلط، لان يعني المواطن راح يتعب بهيج حاله. فاحنا قصدي حتى اكمل الفكره للاخوه المشاهدين بانه اذا اكو اخطاء المواطن الرجعه لبيان الولاده. أيه. الى سند التسجيل اللي سجل بموجبه. فحتى يكون المعلومه او يكون المعالجه صحيحه. صحيح. للحريصين على ان ما نكرر الخطا بخطا. طيب نكون قاعده بيانات صحيحه ورصينه بحيث المواطن يرتاح لما طيب. قادم من الزمن. خلينا نشوف المواطن شنو هسه وين وصلت؟ هسه انا بقيت بس يرشفوها. هو قال تعبوني. فهسه طلعت انا وضحت الفكره. يرشفوها. أيه. وعقد زواجهم طلبوا من عند صحه الصدر عقد الزواج. اذا هسه كانت اللي افتهمته هسه. أيه. تاشيره الزواج بالنسبه للاخي هنا ما كانت واضحه او غير سويتها؟ سجلت. لا رجع عقد الزواج. طالبنا بعقد الزواج. جبت العقد الزواج. هذا عقد الزواج طبعا عند المواطن بالبيت. اي هذا موجود. ماكو مانع. احنا يرشفوه. أيه. وتمشي الحاله. خلي نروح لعند الموظف. وين الموظف؟ انت بيا شباك 15. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم ويا العقيد احمد ودائره الكرادة الشرقيه. خلينا نشوف شباك 15. تعال جاهز. وين؟ خلينا نتعرف ايضا على الموظف دي يصور. محمد. محمد؟ نعم عنده حاله. تعالوا شباب ويانا. شلون هاي ضيقه كلش؟ شويه مو على مود. ماذا نقدر افوت؟ يمين شويه. مساء الخير عليك محمد. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك. آلية العمل مالتك شنو هنا؟ هنا نبدا بتدقيق المعاملات والدقيق بعد نبدا التصوير، الاجراء التصوير، بعدها البصمات وندفع الحالات للمدقق والمصرح. طيب محمد ايش قد تستغرق المعامله عندك؟ يعني ما تطول العشر دقائق بالزايد. يعني عشر. لحد ما ادردش شويه العقيد احمد انت مكمل المعامله. ان شاء الله. بدنا نرجع لك عندنا معامله. ان شاء الله. محمد الاخ هنا عنده ماكو تاشيره زواج فجاب لكم العقد.
اي استاذ. واكو واحد من اولاده يمكن مو ثلاثه من اولاده اكو احتمال تعارض بين تاريخ الولاده والسنه التسجيل، فجايب لك قيود الولاده تعرفهن وتطرح للحاله للتدقيق والتصحيح. ان شاء الله ان شاء الله. احنا راح نبقى وياك للنهايه لحد من نكمل لك لا نظل وياه نكمل المعامله مالته للنهايه. سياده العقيد تعال هنا شويه. انتم باليوم كم معامله تجيك؟ احنا الحقيقه طبيعه عمل دوائر الاحوال اللي عامله ضمن البطاقه الوطنيه تشمل يعني جزئين، الجزء الاول هو حالات الحجز الالكتروني التقديم. طبعا انا اسف يعني مشاهدين كرام كلش احب المواطن لمن يضحك هنا المواطن من شاف انه معاملته اوكي ما بيها مشكله ابتسامته ترست وجهه، فاني هاي غايتنا، غايتنا انه المواطن من يطب للدائره ومش شنج يطلع مرتاح. دائما نقول انه الموظف اوكي يشتغل، اكو بعض المشاكل اللي تصير اكثر من الدوائر اكيد طبعا، فنتمنى انه شويه تنحل هاي المشاكل ما يرجع مواطن حتى ان كان اذا كانت معاملته بها مشكله يوصل لها بطريقه انه ما يخلي المواطن انه هو يطلع منها متضجور وتعبان وكارهها للدائره، لا خلي الموظف يوصلها بطريقة صحيحة بحيث المواطن من يطلع منها يطلع راضي، يعرف انه هو عنده خلل، عنده مشكلة بالمعاملة مالته، ما يطلع منها يقول هاي الدائرة مو خوش دائرة بيها مشاكل. فهي هاي غاية العرض حكي انه نوصل لكم المعلومات ونثقف المواطن. قلنا كم مواطن يجي كم مراجع باليوم؟ قلت لك نوع العمل اللي تستقبل دوائرنا العاملة بنظام البطاقة الوطنية والحجز الالكتروني المسبق، المواطن يقدم على الموقع. ما شاء الله عندكم على الاستثناء مال الحجز يجوكم حالات تمشوها. مو هي شوف هي ترى مو كله يعني يحتاج لحجز طبعا، اكو امور 22 حاله، حاله الواقعات مواطن بامكانه يجي قبل بدون حجز اذا كانت الهويه نافذه، يعني صار له اكثر من 10 سنوات، بيان الولاده مع الاب والام، حالات الواقعات اللي هي الزواجات، تاشير الطلاق، الوفاه، الولادات الحديثه، إذا أكو أخطاء بالهوية أيضاً ويحتاج تصحيحها، كل هاي الحالات هي المواطن بإمكانه يراجع مباشرة بدون حجز مسبق. سيادة العقيد راح تبقى وياي نشوف حالات إن شاء الله، نلقى ناس محتاجة استثناءات نستثنيها، واللي يحتاج عندنا مساعدة أكيد إحنا حاضرين، وهاي غاية العرض حكي. ابقوا ويانا بعد الفاصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. عندنا معاملة الأخ، عرفت الآلية مالتها، اعطيني أوراقك. شنو حتكون؟ عنده صورة قيد للأطفال وعنده عقد زواج. هذا العقد الزواج؟ إي. هاي النسخة احنا بس نأرشفهن، نسوي التعهد عليهن ونأرشفهن وبعدين ننتقل. ينتقل للتدقيق بعد. يلا خلينا نأرشف عمود شوي استغرق وقت. يقعد يقعد؟ اي سريع يقعد سريع. ايش قد تجيك حالات اليوم؟ الحالات الادخال الاعتيادي اي يعني مو سوى بين ال 15 الى 20 مواطن. زين انتم هنا عندكم كلها متساويه توزيع؟ اي متساوي يكون من قبل الاستعلامات. طيب سياده العقيد راح اتركك تكمل المعامله وارجع لك. سياده العقيد هنا عندك كم موظف انت؟ احنا مجموع الـ يعني الـ النوافذ اللي تستقبل طلبات المواطنين عندنا 36 حاسبه. 36 موظف ادخال؟ نعم، بين ضابط وبين منتسب. بعد مرحلة الادخال عندنا مرحلة التدقيق. تدقيق ايضا عندنا 12 مدقق. نعم. ايش تتوقع انه 12 كافي؟ يعني احنا مو قلت لك انت قبل لحظات سالتني وما يعني استرسلت بالاجابه. عندنا تقريبا حالات الحجز الالكتروني تقريبا 500 مواطن يراجع عليهم يعني. اضافه لها بحدود ال 200 ل 250 هي الحالات الورقيه او حالات الواقعات اللي قلت لك ما يحتاج حجز الكتروني مسبق. فبالمجمل يعني عدد المراجعين اللي نستقبلهم يوميا يعني بال 750 ل 800 مواطن. حلو. نعم. الحالات نكملها يعني ما محتاج انت بعد موظفين؟ لا احنا يعني اليه الاستلام او هذا العدد اللي راجع الدوائر مقاس وفق ما موجود في الدائره من عدد السجلات. انا هسه دائرتي مثلا بيها يعني 446 سجل.
على عدد القيود الموجود بها، يتناسب مع عدد اللي مواطنين اللي يراجعون دوائر. يعني كافي؟ نعم كافي. ما تحتاج؟ نعم بس قلت لك احنا قبل ايضا قبل شوية حكيت لك، قلت لك انه طبيعة عمل الجاز معاملة المواطنين على البطاقة الوطنية تعتمد على ما موجود بالسجلات. السجلات شفتها هسه يعني بيها الكثير من الأخطاء الإملائية، كارثة على الأخطاء الإملائية. هذا الأمر يعني قد يكون المواطن يعني صعب عليه، حتى احنا حريصين أن ندخل بيانات صحيحة وبالتالي تكون البطاقة الوطنية يعني بالتالي نموذج رصين. ديتعب نعم المواطن بسبب الأخطاء. بس احنا ترى هي المعاناة حقيقة، هي المعاناة على الطرفين يعني أيضا على الدائرة وعلى المواطن. المواطن لازم يكون أيضا صدره يعني رحب واسع حتى يكون حريص. إذا رحب إذا أقول لك إذا أكو عندك خلل راح تدزول الرشيد. هي معاناة حريص الرشيد لفلان دائرة شو يصير رحب؟ أنا بالنسبة يعني يتعب أستاذ يتعب. سمير أنا حريص أن أدخل بيانات صحيحة وحقيقية، مو أعالج الخطأ اللي صار لفت 50 سنة من 12/10/57 أكو خطأ بيساكت عليه المواطن اليوم هسه بعد أن يجد يراجع ويطلع بطاقة وطنية اكتشف الخطأ. أنا أيضا أتمنى من الموظفين يعني لا تتفنن بالكتابة، الله يخليك اكتب الاسم كما هو. هاي المرحلة جاوزناها، واحد صارت إلكترونية خلصنا. عامل نتعامل مع رقم، ما نتعامل مع اسم أو خط. طيب ايش قد وقت يستلم هالمراجع البطاقه؟ احنا الحقيقه بعد ان يعني يتم انجاز المعامله هناك بالسايت فورد اقصد هناك يعني يجيبوا لك هي الفتره مال الطباعه اللي هي طبعا هاي يعني قسم الطباعه مو عندكم، هاي بالسايت فورد بالمطار طبعا يعني حسب ما متوفر عندهم من يعني مو عندكم. بعض المواطنين ما يعرفون انه عبالهم انه الطبع هنا بالدائره. لا انا خليني اوضح لهم انه الطبع قسم الطباعه بالمطار بالسايت فورد. لا موجود يم الاحوال الوطنيه بالسايد فور يعني بالوزاره يم استاذ ارشد. اي يعني هو اعتقد عم القاسم اي مهم بالتالي المهم في مديريتنا في مقر مديريتنا في الوزاره. المهم نوصل الفكره انه طبع البطاقه الموحده مشاهدين الكرام مو بالدائره هنا بالمقر. نعم. يراجع المواطن بعد الساعة الثانية مساء لغرض استلام البطاقات المنجزة. نعم سبع ايام. هسه هنا وين وصلت المعاملة محمد؟ هسه بالنسبة لزوجته وإله كملت المعاملة وأولاده اولاده هسه راح نرشف الصور القيد لهم وندفع المعامله. حلو هسه احنا هنا تقريبا انت ارتحت هسه؟ الحمد لله ارتحت. انت اول ما شفتك قلت لي انا تعبوني. اي والله شوي رايح جاي يعني. اي هي هاي الفكره هسه بدنا نحكي بها انه المواطن بده يرجع صحيح. بالتالي انا عندي هم وحده وما رجعت عندي. يا هي باسم والدتي. تعال قرب لي شوي قرب لي. باسم والدتي. اي اخو هي لقب ما مكتوب عندها. اي ما مكتوب لقب. اللقب. فاخوها موجود بالقيد انكتب بالقيد مالته نطلعنا القيد لقينا لقب فقالوا ما يصير ترجع شائر رشيد. اي شائر رشيد. اي يم عميد رياضي كل رياضي. اي فرحنا هناك قالوا له ما تبقى بدون لقب. ما يصير هي بلا لقب لازم لقب. القيد بي لقب زين هي سجلت بدون لقب. ان شاء الله انا حزور دائرة الرشيد قريبا ان شاء الله مشاهدين كرام واصور ونشوف اليه العمل هناك. خلينا نطلع فاصل هسه هنا انت ارتحت اوكي. الحمد لله الحمد لله راضي علينا. اشكرك حبيبي تدلل حبيبي اشكرك اشكرك علي. اذا المشاهدين الكرام خلينا نروح فاصل ونشوف حاله اخرى. خليكم ويانا والعرض حكي. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين والعرض حكي. خلينا نشوف هنا الست شعلة مشكله. مساء الخير عليك. مساء النور. يا هلا تمام بخير الحمد لله. والله اني جاي من البصره وجاي اسوي معامله ورجعوني على البطاقه السكن تشي استنساخ. يعني مستنسخه؟ مستنسخه. طيب هسه خلينا نشوف العقيد احمد. هاي عادي يتصلون ايش بالعمليات؟ اي نعم ويشوفون او يتصلون بالدائره المعنيه سياده العقيد. شلونك؟ اهلا وسهلا مرحبا. عندنا الاخت وقفت معاملتها لان بطاقه السكن مالتها مستنسخه. يعني حاله انسانيه من البصره. احنا لا ان شاء الله احنا باتصال. احنا بالبدايه اولا بالنسبه للمستمسكات نطلب المستمسك الاصلي حتى نرشفه بالنظام. طيب. وبالتالي تطلع المعلومه والوثيقه بشكل رصين ومتاكد منه. أوكي. بس لكون المواطنه من بصرتنا العزيزه يعني حاله انسانيه ان شاء الله هسه راح نتصل بمكتب المعلومات يعني وهي بالمناسبه يعني هي تطلع اذا طلع عندنا بالبرنامج أي. بالنظام
الحاله يعني ايجابيه ومشتته يعني ماكو مشكله بس خلاص احنا راح نسوي اتصال عمود ندعيكم للمعلومات. اذا مشاهدين كرام راح نتصل بالضابط اللي اصدر هاي البطاقه السكن وراح نتاكد من المعلومات. اذا طلعت البطاقه السكن اوكي ما بيها اي مشكله خلاص راح يمشوها. فاحنا نتمنى من كل المواطنين اذا صارت عندك هيك حاله باي دائره خدميه لا اقول له ليش تعطيني صحه صدور، ليش ترجعني، اكو عندك هيك تسهيل تقدر تقدم لي اياه، فبالتالي تروح للمدير يسالك الامور. باشا بس افتح لنا الحاكيه ممكن. وياي العقيد علي ضابط مكتب معلومات الزعفرانيه. عقيد علي عندي حاله بالدائره مواطنه من سكنه محافظه البصره والحقيقه جايبه بطاقه السكن مستنسخه، فاحنا تدري نطلب المستمسك الاصلي، لكن ايضا يمي ايضا الاستاذ سمير من قناه الطليعه من باب تبسيط الاجراءات، فراح ارد لك معلوماتها يد لي صحه صدورها يعني من خلال الرجوع لمعلوماتها. بس سماعه الموبايل وين؟ موجوده هاي. وينها الرندلها؟ لا لا تسمعني؟ تسمعني صوتي واضح؟ صوت واضح، صوت اتصال البطاقه باسم عبد السلام سلمان، رقم الاستماره 20849. بس تاكد لي منها من معلوماتها ومن صحتها. خليني اجي هنا باشا طيب الله. يكون الصوت دا يطلع عنده صوت؟ صوت التليفون يمكن ناسي. هذا لا هو هذا. هذا فوق. هسه اوكي. اكو صوت عنده؟ استاذ علي عقيد علي عيني. بس شوي استعجلي لان على التصوير ترى احنا هسه. يعني اللي يروح رصيدي. اي رصيدي راح يخلص. وصوليه ما بيها شيء؟ نعم صح. بلي بلي. رقم الكارت ممنون حبيبي. عدد شكرا عدد افراد سبعه. شكرا استاذ علي. شكرا جزيلا عقيد علي. انا اشكرك كمان. حبيبي. شكرا. هلو. شكرا. هسه هاي اوكي احنا. الحمد لله. ما الحمد لله. شكرا لشكرا. مشروعات ترجع لنفس الضابط. شكرا جزيلا. وما تعبناك، لا دزينا صحه صدور ولا قلنا تجيب هي كاجراءات لازم يطلبون صحه صدور بس ما شاء الله عليهم هناكلهم متعاونين. انا محاميه. محاميه انت عارفين الاجراءات. اي طبعا قانونيه. بالتالي عرض حكي قدم لك مساعده بالتعاون مع اشكرهم جزيل الشكر. اي والله اشكرهم واشكرهم بشكل يعني ما اعرف شلون اجازيها خلاص هي لا هاي بعد بس تتشرف وتكون اتصال واذا اكو مشكله تعالي. شكرا جزيلا. عندنا طبعا مشاهدين كرام اكو حاله لخ. وين الحاله الثانيه؟ تعال تفضل يمي تعال. تعال هنا. مساء الخير عليك. السلام عليكم. مساء النور. هاي دبدوبه وياك تعال. شلونك عيني؟ الله يسلمك حبيبي. شلونك تعاي؟ زينك؟ جمانة. تطلعين بطاقة؟ اي. اي اوكي يلا شنو عندك مشكلة؟ قال لي روح جيب صحة صدور مال البيان مال الطفل. اي نعم. نعم. طيب ايه. خلينا نشوف العقيد، سيادة العقيد تشيك لنا هاي المعاملة. هنا بالنسبة للأخ هنا عنده قرار إثبات زواج وإثبات نسب للطفل. اي نعم. للطفل هادم. نعم. من وين انت؟ من يا منطقه؟ من العظميه. من العظميه. نعم. قيد الولاده موجود هو عندك؟ موجود. هنا احنا عاده هذا اللي يفترض يجي بالبريد، بالبريد الرسمي. هو جايبه بليه. جايبه بليه. سهل بس احنا عندنا توجيه الحقيقه ايضا عندنا توجيه من امانه مجلس الوزراء باخذ تعهد من المواطن. اي يعطيك تعهد. في حال تقديم المستمسك او البيان باليد وبعدين بصحه معلومات تعهد. نعم يكتب تعهد. اوكي يكتب لك تعهد. تسهيل امر. اشكرك. رحم الله والديك. ما قصر سياده العقيد. فبالتالي احنا دائره خدميه. تسلم بارك الله. هنا يعني بخدمه المواطن. ممنون. شكرا لك. ممنون رحم الله والديك ما قصرت. عندنا بعد حاله ثانيه اكو. تعال عندك مشكله؟ اي قول. تعال. يلا شوف شنو عندك مشكله؟ بس يكمل وياي يعني تاجلنا على باكر وانا ما ابقى على باكر الله يخليك. وين انت ساكنين؟ ما ساكنين. انت شنو الحاله مالتكم؟ شنو شيء ما طلاق بس عليك؟ اي الي. وين القرار؟ العامله وين؟ نساعدك. فد قلبك الله يخليك. نساعدكم. يعني شنو جايه هسه؟ هسه كملت اني. بس بقى خلاص هاي سهله. خلاص هسه اليوم نسوي شغله لازم نسوي قرار. اي والله الف رحمه على والدي. هسه راح نسهل الامر. وديها على الواقعات خليها تطلع. الف رحمه
على امك وابوك في اليوم هذا. سهلوا لها عمرها يا استاذ. عندك مشكله؟ السلام عليكم. اي والله عندي مشكله. مشكلتك مدام المدير واقف. سيدي المدير ما قصر طبعا رجال، جزاه الله الف خير. حاضرين. انسى مشكلتك. مشكلتي اني ضاعت مستمسكه، راح تطلع جازت ماس فوق. اي فضاعت مرور بابل. فضاعت شهاده الجنسيه والجنسيه مالتي ومالت ابني. حلو. اثنيناتهم ضاعن. فرحت المحكمه طلعت جبت الاوراق. أي. هسه جبتهن. وديتهن لسيد المدير، المدير كتب بظهرها انه تسهيله. تسهيل امري واني منتسب اداوم بالقائم. وين معاملتك؟ معاملتي اخذوا لابوها بالارشيف. لا يعني هسه صوروك؟ لا والله. تعال تعال خلينا نروح لسياده العقيد. تعالوا يعني تعالوا يعني مشاهدينا الكرام يا شباك رقم 11. رقم 11 تعالوا يعني مشاهدينا الكرام انا وياكم وسياده العقيد والمواطن خلينا نشوف شنو مشكلته. او اكيد هنا سياده العقيد ما راح يقصر، ما قصر بشيء. ايه السيد المدير وجه بس هنا اعتقد اكو امور عندهم احنا ما نعرفها. هسه بس اريد افهم معاملتك. انت ليش لصل عصبي؟ اهدى شوي. ايه ايه اهدى هسه راح نساعدك. ايوه ما ارجعك اذا ما نطلع لك بطاقه واحد. يريد من عندي روح جيب مجلس بلدي. ايه يريد هاي شو اسمها النفوس صورة القيد. يعني هذا اني الامور هواي المواطن حقه يعني لمن يدفع ولمن يحكي على هاي 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 الرقبه تدري وين؟ على الحدود واقفه كامله لو ناقصه وهاي لها حق ترى عليكم طبعا اكيد يعني يدافع على البلد وهو وهاي جواني جريح جريح حرب وهاي شظايا جسمي مثل شظايا بطل انت اني ما اريد شيء بس اريد مساعدتهم هنا للامانه سياده العقيد ما يرجع واحد هنا ابد ما قصرت يعني هو اجاني طبعا مقاتل وجريح لا بالعكس وعلى الحدود مو مال انت لا لا ماكو بالعكس هسه حتى يقول قال لي روح احجز لا ليش تحجز تعال هسه نسوي لك تسهيلات هي وين انت هاي معاملتك باسم من؟ باسم عبد الصمد ابراهيم انت وحدك لو عائلتك وياك انا خطيه الحجي يعني مشاهدينا الكرام مبين كلش تعبان متنرفز من الدائره اجاني يرجف فبالتالي انه لا عمو انا وياك لا تخاف هسه حجيك يقول لي تعال خطيه فبالتالي ما راح اعوفه ان شاء الله تصدر له بطاقه موحده وهنا اكيد الشباب ما يقصرون بس خلينا نروح للموظف ونشوف شنو كان الاجراءات خليني انتقل انا من ذيك الجهه عمده خلينا ناخذ فاصل يعني عمده ناخذ فاصل خليكم ويانا مشاهدين الكرام بعد الفاصل والعرض حكي راح تمشي باعتبارك اولا يعني احد منتسبي الجيش العراقي وثانيا جريح فمشيناك الله يخليك الله يحفظك من يصير عندك مشكله اكو مدير دائره لازم تروح والله يخليك الله يحفظك ما طارق شلونك ما عنده مشكله الله يساعدك الله يساعدك لا لا هو اكو ضوابط عندنا اكو حجز مثلا اكو نظام عندنا استثناءات بها اكو استثناءات اي اي وبرغم برغم هذا مدير دائره له حق انه هو يتصل ثاني ماكو ماكو اشكاليه هسه برغم هذا هسه احنا راح نصوره هسه احنا بنوصل مرحله التصوير شوف النظام مرحله التصوير حتى اذا عندنا نواقص الشخص احنا نصوره يعني تسهيلات للمواطن احنا نتمنى من كل المواطنين المشاهدين الكرام انه اذا موظف رجعه لا يرجع قبل للبيت لا اكو مدير يروح يطرق باب المدير واكيد انا متاكد اكثر انا اللي اشوفه اكثر المدراء الدوائر الجنسيه ما القاهم قاعدين على مكاتبهم القاهم يفترون ويا المواطنين يعطون استثناءات يساعدون يمشون اليه العمل فبالتالي انه نشكر كل مدير دائره يساعد المواطن العراقي بالتالي هي هاي دائره خدميه خدمه المواطن يلا عمو خلي اخذ لك صوره خلنا اصورك هسه شوي ارجع لي ورا استاذ سمير نعم سياده العقيد ظل ويا الحجي عمده حنشوف وين وصل احنا بس حتى يكون ايضا واضح يعني من خلال شاشتكم انه البطاقه الوطنيه يعني عمليه اصدارها تم وفق اجراءات ايضا يعني بها الكثير من الحداثه طبعا طبعا اكيد والنظام وبالتالي اليه الحجز الالكتروني هي عمليه تنظيميه لا اكثر ولا اقل حتى المواطن ياخذ دوره بيوم مراجعته للدائره. سياده العقيد عندكم شباك خاص لكبار السن؟ نعم موجود عندي جو انا هسه اذا تنزل اي هسه انزل اشوفه باعتبار الدائره طابق علوي طابقين اي لان اكو ناس ما يقدرون يصيدون طابقين حاسبات لذوي الاحتياجات الخاصه ولكبار السن وايضا حاسبه خاصه بس انت شفت حالته يعني شلون اجى كان متنرفز وتعبان قلت لك حقه يقول اني على الحدود وادافع على البلد
بالتالي انه اجل دائره ما يساعدوني. ناس يا العقيد ما قصر، واشكر يقول ما قصر، طبعا طبعا حجي ما قصر، ما قصر لو قصر ما قصر مو بالتالي اني هاي مو انا اللي اقولها، المواطن المشاهدين الكرام دا ياشر لي يقول لي انه المدير ما قصر. نتمنى من كل مدراء يساعدون كل مواطنين، ايضا الموظفين نتمنى انه يتعامل زين ويا المراجع، يعرف شلون يوصل له الفكره، في سبيل انه المراجع ما يفتهم الموضوع غلط، ما يطلع متعصب، ما يطلع متنرفز من الدائره. فيعني بالتالي هنا الحمد لله انه الدائره دا تمشي حلو، دا نلقى قليل حالات. هاي غايتنا انه نلقى كل الدوائر ايجابيه، ما نلقى دوائر سلبيه. سياده العقيد انا اشكرك على اللي تقدمه. بقى جد انه وقت عمده ناخذ فاصل. اوكي خلينا نطلع فاصل وراجعين لكم والعرض حكي. مشاهدينا الكرام، هنا الاخت من البصره كملت معاملتها، بقى على اخر شيء هو ختم المدير. شكرا ليش تعبناك احنا طبعا. لا لا بالعكس، انا اشكركم كل الشكر البصره وكل محافظات، واني اشكر اهل بغداد يا رب. لا هي يعني بغداد بيتكم الثاني. الله يسلمك، الله يسلمك، واني اشكركم شكر جزيل. كل الخدميه بخدمتكم. تسلم تسلم. فبالتالي انه اخير شيء انه ساعدناك. اي والله استاذ احمد يعني ما قصروا ويانا، الحمد لله الحمد لله والشكر. يعني انا ما توقعت يعني تمشي الاجراءات بسرعه. ان شاء الله هاي هسه هاي مرحله ودلل حاضر. طيب شكرا لك. اشكرك واشكر القناه. عندنا مشاهدينا الكرام بالطابق الارضي غرفه مختصين بها للكبار السن. احنا باعتبار دائرتنا بالطابق العلوي اي يعني كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه يصعب عليهم صعود الدرج. اي هسه ننزل نشوف. ننزل نشوف خاصه بكبار السن. اي عمده لا توقع عفيه ذربالك. خاصه هسه ايضا عندنا وين صاير وين؟ هاي قدامك. هاي بس هاي الحالات الانسانيه. حلو زين. كمان تصوروها. هاي طبعا مشاهدينا الكرام بكل دائره خدميه نلقى شباك خاص او غرفه خاصه بالحالات الانسانيه، كبار السن، المقعدين، لان طابق ثاني ما يقدرون صعب عليهم. هنا زين بالطابق الارضي. خلينا نشوف الموظف هنا. هاي هنا مشاهدينا الكرام مكتوبه هنا قطعه خدمه الحالات الانسانيه، فبالتالي احنا نشكرهم. خلينا نلتقي بالاستاذ هنا. السلام عليكم. شلون صحة؟ أستاذ أحمد. موظف أحمد طارق. نعم الله يحفظكم أستاذ. كم حالة تجيك اليوم؟ والله يعني حسب ما بعض الأحيان يعني خمس حالات إلى ستة سبعة مو شرط، بعض الأحيان تكون اكو زخم. إذا صار زخم يلودون يدزون عليك. يعني يشمروا لك هنا حالات. يعني هنا مختص بس حالات إنسانية أستاذ. يعني سيادة العقيد تفضل ويانا هنا. احنا هذا المكان مخصص يعني لدول يعني المحاسبة الحقيقة يعني تجينا تقريبا يعني فد 20 25 حالة يوميا. أيه. اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة صعبة. أيه. صعبة تسلم عليهم وكبار السن، وفي بعض الأحيان أيضا حالات أخرى اللي هي مثلا يعني عوائل الشهداء. زين أنتم هنا شلون اكو استعلامات؟ نعم أنا مخصص هنا. دايركت تقول له أنت هنا وأنت فوق. أنا مخاولة بالنسبة لأحمد حقيقة من الموظفين الأكفاء واللي أنا يعني والدليل انه انت مدللهم بالضبط. فهنا عندي قسم من المنتسبين مخليهم من تكمل الحاله بعد التصوير يصعد واحد منهم فوق يكملها التدقيق والحسابات والتصوير. نعم موجودين هنا هسه. شكرا احمد. الله يحفظكم استاذ. نتمنى نساعد كل المواطنين. اكيد هذا واجبنا يعني. هو مدح بيك الله يحفظكم. الله يحفظكم. هو مداري كلش الاحمد لان يقولوا كفو فمنطيه غرفه بها تبريد. هاي الحالات اللي بامكان وقاعد وحده مرتاح يعني. هدفنا هنا لخدمه يعني الناس. اكيد اكيد شكرا لك. بهاي يعني هاي هنا الحالات اللي تم تصويرها مسبقا يعني ايضا بامكان الشخص. اكيد طبعا. خلينا نشوف الاستعلامات. هنا عندنا الاستعلامات. السلام عليكم. سعد باسم شلونك؟ اهلا وسهلا مرحبا. استعلامات وختم الاستمارات الحجز والبيانات وال... حلو. نعم اذا جتك حالات انسانيه وين تودي؟ حالات انسانيه نحولها على الاخ احمد هنا. اوكي بعد ان يختم طبعا.
يكمل لي مساعدة الشخص اللي جاي وياه. اذا ما عنده شخص ما يصعد وياه اي واحد من الولد اللي ويانا. تعال وميض شلونك؟ تعال وميض او احمد نفسه يصعد وياه حسب المجال. تعال وميض شلونك وميض حبيبي الغالي؟ الله يسلمك يا حبيبي، اهلا وسهلا بك. مساعد هنا ان شاء الله يا حبيبي كبار السن. شلون تكون الاجراءات؟ نختم لهم نخليه على الحالات الانسانيه، نصعدهم فوق على شهادة جنسيه نجرى كمل الامناء على التسع ناهي وكمل. بالتالي الله يوفقكم للجميع ان شاء الله يا حبيبي. يعني نساعد المقابل طبعا، يعني هو واجبنا هذا طبعا. عندهم غيره يساعدون حتى ان كان ما موجود وميض او استاذ باسم، متاكد ان المراجعين هم راح يساعدون ان شاء الله. شكرا لكم، انا اشكركم. اهلا وسهلا بكم سياده العقيد. انا اليوم اشكرك، تعبتك هوايه. خلي نختم بعد، انا اقدم لك الشكر وايضا شكر الاستاذ طارق العلاقات والاعلام الجنسيه العامه. ايضا انا دائما متعبه، مو بس متعبه يعني بالتليفون طارق اريد فلان دائره خطيه ما يقصر وياه، يعني كلش اشكره. واشكر ايضا العميد ضرغام باعلام الجنسيه العامه، وشكرا لك سياده العقيد. بالعكس احنا حاضرين وحقيقه شرفتونا اليوم وسعداء جدا، وهي فرصه طيبه من خلال شاشتكم العزيزه قناة الطليعة الفضائية أنه شفتوا واقع الحال لعمل دائرتنا وما يقدم ضباط ومنتسبين. فرحتي من أكمل أي. معاملة نعم شفت بنفسك، وهاي طبعا احنا مو يعني اعتباطا وانما بتوجيهات السيد مدير الجنسية العام لواء ايتم الغرباوي والسيد الوكيل الاقدم الدكتور عقيل الخزعلي، وحاضرين احنا وبخدمة مواطننا العزيز وموفقين. اكيد طبعا ما ننسى شكري للعميد مؤيد العقابي مدير البطاقة بطاقة السكن اللي ابد ما قصر وياي، اتصلنا به وايضا قدم لنا تسهيلات، وايضا اتصلنا بالعقيد علي مزعل ضابط مكتب معلومات الزعفرانيه. شكرا لكل شخص ساعدني بهاي الحلقه، خلانا نساعد المواطنين ما نرجعهم ما يتعبون. بالتالي مشاهدين كرام انتظروني الاسبوع القادم ودائره خدميه اخرى، والعرض حكي الى اللقاء.